يتم استغلال الموارد المائية بشكل مفرط، وربما سيزداد الوضع سوءا في المستقبل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ويتجاوز مجموع الطلب على المياه حاليا إمدادات المياه المتوفرة بنحو 20%، في حين أن 60% من المياه السطحية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هي عابرة للحدود. ويبدو أن الاعتراف بأهمية المياه بدأ في التحسن في المنطقة، وترى الحكومات والمجتمعات المحلية بشكل متزايد أن المياه تشكل مجالاً ذا أولوية، بينما تساهم أيضاً الجهات المانحة الدولية مثل السويد في إطار مشروع واترسا في بناء قدرات قوية وتعزيز تعاون واسع بين مختلف الجهات المعنية. Main project goals are increased regional cooperation and strengthened capacities of major stakeholders in Middle East and North African countries for integrated water resources management. Furthermore, implementation and introduction of newly developed local water security action planning methodology aiming to decrease water scarcity, decrease possibility of conflicts, and increase local water security. يتناول مشروع واترسام الإقليمي التحديات المتعلقة بالمياه من خلال مكونين اثنين للمشروع: ممارسات إدارة الموارد المائية الجيدة ونقل المعرفة واتربورت، والأمن المائي في المجتمعات المحلية ويز. The Waterport project component deals with capacity building for national authorities in water sector. And there are three main actions within this activity. It is one is related to the better understanding of integrated water resources management and adaptation to climate change. The other one is related strictly to the protection of water resources regarding pollution and sustainable use of water resources. يلعب وادي مجردة الذي يعد أهم مجرى مائي في تونس دوراً حيوياً في توفير الري والمياه الصالحة للشرب في جميع أنحاء البلاد، وبالتالي فإن الإدارة المتكاملة والمستدامة للموارد المائية لوادي مجردة تعد أساسية لاستقرار وتنمية المواطنين والبلاد. هو التحديات التي تواجه الأمن المائي في تونس هي نعتبرها تحديات كبرى، خاصة إذا كان إحنا كتونس مصنفين ضمن الدول اللي تحت الفقر المائي. حسب الفرد في السنة ما تعداش 360 متر مكعب للفرد في السنة، خلينا وأن يتعاملوا مع المعطى هذا اللي هو معطى هيكلي بتطوير أكثر ما يمكن من الموارد الغير تقليدية، بالتوجه نحو حسن التصرف في الموارد المتاحة وإعطاء الماء القيمة اللي يستحقها. نهر اليرموك وهو أكبر روافد نهر الأردن يشكل جزءاً من الحدود بين الأردن وسوريا، وتساهم مستجمعات المياه في النهر في الإنتاج الزراعي والحيواني وكذلك في ناتج الصناعات الصغيرة. الأردن بلد فقير مائياً ويعتبر ثالث أفقر دولة على مستوى العالم من حيث نصيب الفرد الأردني مما هو متوفر بالمياه. التغيير المناخي هو إحدى التحديات التي تواجه قطاع المياه الأردني، وخاصة المنطقة العربية ومنطقة الشرق الأوسط بشكل عام، كون التغير المناخي يبدأ بالمناطق الأكثر هشاشة من حيث الهطول المطري وتذبذبها، وهذه الصفة تنطبق بشكل كبير على المنطقة العربية ومنطقة الشرق الأوسط. The goal of water security component on this project is to target local communities and help them work on water security and improvement of water governance on their local level. We support them to develop local water security action plans and implement priority actions. We work in Jordan with 4 municipalities and in Tunisia with 4 delegations. تحدياتنا في هذه المحافظة تنصب على 3 محاور في موضوع المياه. أولاً النقص في كميات المياه المستخدمة للشرب وللري في المحافظة، ومن ثم التلوث الذي يصيب مصادر المياه الموجودة لدينا حاليا، ومن ثم نقص وعي المواطن في التعاطي مع المياه وهدرها.
التحديات التي تواجه بلدية عجلون أو مشكلة المياه في عجلون بشكل عام؟ أولاً تحدي اللجوء السوري الذي طرأ فجأة على عجلون، وقد زاد اللجوء السوري في عجلون ما نسبته 30% من عدد السكان الموجودين في محافظة عجلون. أولى التحديات المطلوبة أو المفروضة هي موضوع قدم الشبكة الموجودة حالياً، اثنين توسع المدينة وتضاريس المدينة اللي بشكل ضغط على كيفية التزويد بسبب الارتفاعات المختلفة. من التحديات الكبيرة اللي احنا ما زلنا بنواجهها يعني غير قلة الموارد المائية بالمحافظة اللي هي الإمكانيات المادية. الإشكال الأكبر المطروح هو إيصال الماء صالح للشراب للتجمعات السكنية اللي موجودة في المرتفعات، والمشاريع المنجزة عن طريق الدولة موجودة، ولكن الربط العشوائي هو اللي يعيق وصول الماء صالح للشراب للمناطق المرتفعة هذه. بالنسبة للتحديات في معتمدية بير مشارقة من ولاية زغوان، غروب المائدة المائية ونقص للأمن المائي بولاية زغوان، ولا فما انقطاع مستمر للمياه بولاية زغوان على غرار المعتمديات الكل في جميع المعتمديات. أهم المشاكل اللي تواجهها هذه المعتمدية هو نقص في الموارد المائية، كذلك حتى الماء الصالح للشرب قاعدة ناخذه من معتمدية مهتمات الجديدة. بالنسبة للمعتمدية سيد علي بن عون عندنا عديد العوائق اللي تهم الأمن المائي، ومن هذه الأسباب هو قدم الشبكات المائية وطولها على مسافات طويلة، الربط العشوائي الذي يتم على هذه الشبكات مما يؤدي إلى إتلافها في كثير من الأحيان. باعتقادي مشروع ووتر سم بشكل عام وبالأخص المكون الأول منه ووتر بورت، والذي يعنى بإدارة الموارد المائية ونقل الخبرات والمعرفة وأفضل الممارسات، هو خطوة رائدة نحو إدارة فعالة لمصادر المياه في الأردن وبالأخص في حوض اليرموك. أثناء عملية النقاشات وضعت بعض التوبكس الأساسية، ومن ثم وضعت الأهداف لحل هذه المشاكل، وأيضا تطرقنا إلى خطة التنفيذ أو الأكشن بلان بشكل موضوعي وعلمي إلى حد ما. كملخص لما تم من المشروع، تضمنت بعض التوصيات القابلة للتطبيق كما ذكرت، وهي التوسع في مشاريع الحصاد المائي، وهنا يأتي دور البلديات في هذا الموضوع. After the project, we expect increased regional cooperation and strengthened capacities of our major stakeholders in Middle East and North Africa countries for integrated water resource management and local water security action planning. We expect that successful transfer of knowledge and skills will lead towards institutional and behavioral change in local and water governance.